لم تفكري بي لما عزمت على الانتحار. الكسابة بالنفس. حلو. لم تفكري بي لما عزمت على الانتحار، ولما انتحرت لم تعرفي أن انقصفت وردة من مزهرية قلبي. الآن ربما تعرفين كم كان لك من وروج في مزهريات القلوب، ولكن لماذا فعلت؟ ولكن لماذا فعلت مع أنك كنت تعرفين حتما كم كان لك من وروج في مزهريات القلوب؟ بس يخلص وقت الشعر. بس حلو انه كمان يعني فيروز ودليدا هن فعلا يعني من ابرز النجوم. بريل الذي هو جاك بريل راح الله يسهل عليه بالسرطان، بس مع انه يعني في مره جمله، مع انه صديقي رشيد الضعيف الروائي المشهور والشاعر يعني بيقول عندما يذهب الفكر عكس نفسه يكون السرطان، وهذا الرجل بريل بحير كان فكره مش رايح عكس نفسه وأصيب بالسرطان، تقادير من الرب. بريل: صوتك الغجري، صوتك المشاعي يضرب في شرايين ذلك البار، ويمتد من البار في شرايين المسافات السهول. صوتك المدني يهذب السرطان، يحرجه ويجرحه، يشعل في هدير مظاهراته قرع الطبول. صوتك الأممي يهندس إيقاع ما سوف يأتي في توالي الفصول. عندما أكرمتني في بار إيديت بياف صدفة بأغنية أذهلتني، هذه نيميكي توبا، عندما أكرمتني في بار إيديت بياف طبعا باريس صدفة بأغنية أذهلتني، لو تعرف كم كنت يومئذ وما زلت أبحث عن حادث عبقري يستفز عند الذهول. فيش عن إيديت بياف؟ يعني مقابلة تقريبا من 5 سنوات كانت معنا بأخبار صباح تحديدا بال2010. شو تعليقك يعني لسخرية القدر عم بيحكي عن السرطان وسبب رحيله؟ هو يقال انه الشعراء دائما فيهم شيء من النبوه، واذا مش نبوه على الاقل في حدوث عظيمه، يعني كانه عم بيحاول انه يبعد السرطان باتجاه الاخرين، ولكن داخليا يمكن في احساس ما انه هذا المرض صعب وقاتل. وانه وعلى كل حال محمد بدي اقول شغلي بهالمحل، محمد ما يدعي الموت ولا بلحظه انه انتصر على محمد العبد الله، لأنه أصلاً محمد ما ترك للموت ما يفعله، يعني ما خليله ولا قطرة واحدة من الحياة يتلذذ فيها، أنفق حياته بالكامل محمد. كيف يعني؟ صرف عيناه كلهم، يعني بريق العينين اللي بيكون عند الشخص ده يشوف فيه كل مباهج الحياة أنفقه محمد، صرفه بمعنى أنه بدلوا على الموت يتلذذ، ما ترك هذا المقصود ولا شيء له علاقة بالأذن ما سمعه محمد عبد الله، ولا شيء له علاقة بالذوق ما تذوقه من كؤوس ومن من 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 نساء رائعات ومن أطايب الطعام. لما كان يكتب بالحياة كان يكتب أكثر شيء عن زاوية، بتفكرين شيف رمزي أو حدا تاني، ما بدنا نعمل دعاية لحدا، بس كل كتاباته كانت حول الأكل بمعنى التلذذ في المنحة الإلهية الجميلة. يعني هالقد كان جريء، هالقد شعره أصلا كان وكتاباته خارج عن المألوف. يعني يمكن بنسمع شاعر عربي عم بيكتب عن فيروز، بس حدا عم بيحكي عن داليدا، عن بريل، عن بياف، هيدا شيء نادر. هيدا بغض النظر كمان أنه كمان كتاباته أصلا المصطلحات، يعني أنت مبارح بكتاب بجريدة الحياة المقالة يلي نشرت قايل أنه كان يستعمل لهجة أو لغة المعجم
مع لغة الشارع بالضبط. وكنا نتقبلهم، كنا نسمع شعره ونتقبل كل شيء عنده له علاقة بالطبخ، بس بالمعنى طبعا العميق للكلمة. المهم تطلع الطبخة طيبة. ما كان محمد يهتم شو العناصر اللي تنحط بالقصيدة، فعلا كان يستعمل كلمات أجنبية محكية فصحى. مش كل بس هيك، كان يستعمل مصطلحات جريئة وجريئة كثير. لبطني أحد يعني مثلا، لبطني ما بنسمعها عادة بالشعر. لا تقل أهل الوردة الذابلة بل تقدم اسقها يا حمار يا حمار. مشان الإيقاع. المهم هالشي عمله نزر أباني قبل، بس راح فيه محمد عبد الله أبعد بالجرأة، لأنه بالجرأة. لو الفرق أباني ضلوا بالغزل الفرق لا، عم بحكي أنا استخدام اللغة، إطلاقة من المعجم. الفرق، وهون بدنا نفوت على علم اجتماع الشعر او علم نفس الشعر، انه نزار قباني ارستقراطي دمشقي، وعاده الارستقراطيه الدمشقيه بتتأبى من استخدام بعض الكلمات النافره، بالوقت اللي محمد عبد الله اللي جاي من الخيام الريفي، فجاي بكل وحل القرى بكل عفشه وطفشه كما يقال وعفويتها. فما كان يتورع، كان اجرأنا بهذا المحل، اجرأنا في اقتحام الحياه. وعشان هيك انا قلت انه اصلا محمد عبد الله انتهى بدون ما يقرر الموت انه ينهيه كل شيء عمله بحياته، ما ترك شيء ما عمله. يعني ما قدر الموت ياخده قبل ما يكون تلزز محمد عبد الله بالحياه، ما حصل منه على شيء. يعني اليوم في مقاله لفتتني